طيب اذا تتذكروا نراجع المراجعه السريعه من المره الماضيه بدينا نحكي عن او حكينا عن السينكرونس جنريترز. السينكرونس جنريترز احنا عم نطلع عليهم عشان هم مقدمه للسينكرونس مودلز. اذا السينكرونس جنريترز لما بنينا الايكوفالنت سيركت كان عندي في هون الفيلد مع مقاوماته وعماله بمر في الفيلد كرنت من هون والفيلد اللي هو وين بروح؟ على الروتر، الروتر في عليه فيلد عماله بيعمل جنريشن كان عندي هون ال فيلد ار فيلد وهون في عندي ار فيريبل ادجستبل هاي بغيرها عشان اغير الفيلد كرنت وبعدين كان عندي ثلاث دوائر ليش ثلاث دوائر؟ لانه ثري فيز كل دائره كان فيها ايكوفلنت سيركت في عندي هون ار اي ارمشر لاحظوا بالسينكرونس موتور وبالسينكرونس جنريتر الستيتر بنسميه ارمشر وين كنا احنا نسمي ارمشر اول؟ وين اجت كلمه ارمشر؟ في الدي سي موتور الروتر تبع الدي سي موتور بنسميه ارمشر هون الستيتر تبع السينكرونس موتور الجنريتر بنسميه ارمشر عندي ار اي وهون عندي سينكرونس رياكتنس وهون عندي الجنريتد فولتج في اي وهذا كان التيرمينال في 5 سميناه اتجاه الكرنت وين لازم يكون الريفرنس تبع الكرنت؟ هذا عباره عن ايش؟ جنريتر اذا راح يعطيني كرنت بهذا الجهاز الريفرنس للكرنت يعني اللي بعتبره بوزيتيف للكرنت هو اي رغم انه هو اي سي بس اذا هون من كيرشوفز فولتج لو بالنسبه لهاي ايش راح تصير عندي المعادله؟ من كيرشوفز فولتج لو هذا الفولتج شو بيساوي؟ بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج هاي معادله مهمه في حاله الجنريتر اذا اي اي بتساوي اي اي في ار اي زائد جي اكس اس هاي الجزء زائد في 5 هذا مرات بنسميه اي ستيتر هاي معادله مهمه هلا رح تشتغل هون رح نعمل فيزر دايجرامز رح نطلع احيانا طبعا في هاي تتكرر الدائره مش هيك انا ما رسمت تتكرر الدائره هاي تتكرر مره ثانيه للفيز الثاني ومره ثالثه للفيز الثالث وطبعا هذا عماله بزود لود لود ممكن يكون مدينه قريه مكان عماله بزود وهذا اللود وهذا اللود ممكن يكون ريزيستيف ممكن يكون اندكتيف يعني لاجنج انجل وممكن يكون كاباسيتيف او ليدنج ليدنج لاجنج اذا كان هذا ريزيستيف او لاجنج او ليدنج على ايش هذا بياثر؟ ايش بقدر استنتج من هذا انه ريزيستيف او ليدنج او لاجنج على الاشياء الموجوده هون؟ ايش بقدر اقول عنها؟ ايش النتيجه هاي بتفيدني لهدول؟ طبعا مضبوط على الدايجرام، هذا ريزستيف لود ايش عماله بسحب؟ كرنت، ايش هو الكرنت اللي عم بسحبه هون؟ اي اي انا طبعا بسحب الفيز هون بس هو بنطبق على 3 فيزز، والفولتج تبعه ايش هو؟ في 5 اذا لما بقول ريزستيف او لاجنج او ليدنج ايش بتفيدني هذا؟ بعرف مين السبب بعرف العلاقه ما بين اي اي وفي 5 مش هيك؟ بعرف الزاويه ما بين في 5 واي اي اذا احنا وهدول كفيزرز انا لما برسمهم كفيزرز اذا هذا رسمته كفيزر في 5 واعتبرته الريفرنس كيف بطلع منه اي اي ايش بعمل؟ فيكتور بجمع له هذا هو فيزر بس بعامله معامله الفيكتور اذا خلينا نشوف هون لو جينا رسمنا هلا خليني اخذ حاله الريزستيف اصلا حلينا احنا وعملنا حاله الريزستيف المره الماضيه راح اخذ هذا وهذا اعتبره في 5 وانا حطيته زيرو الانجل، انا اعتبرت الانجل تبعته زيرو، كان ممكن هم هذول يكونوا زيرو وهو هذا يكون ليدنج والانجل، بس اعتبرت هذا الريفرنس اللي هو اللود اللي عندي في 5. هلا هون لو اعتبرته اول شيء ريزيستيف وين بكون اتجاه الكرنت اي اي؟ بنطبق عليه مش هيك؟ بس هذا طبعا كرنت بس مش مع كرنت وفولتج، بقدر اجمع فولتج وفولتج. هذا الكرنت شو راح ينتج عنه لما يمر في هذول؟ راح يمر عليه فولتج على ار اي راح ينتج عنه فولتج عبر ار اي وراح ينتج عنه فولتج عبر اكس اس مش هيك؟ الفولتج على ار اي ايش راح يكون زاويته بالنسبه لاي اي؟ بنفس الاتجاه، اذا انا بامكاني اجمع القطعه الصغيره هذه من هون اللي هي اي اي ار اي مضبوط؟ وبعدين ايش كمان بجمع له؟ اكس سي اكس اكس اس هذا اللي هي جي طبعا انا المفروض حطيتها او هي جي اكس اس ايش راح تكون زاويتها؟ 90 لاحظوا ايش بتلاحظوا بار اي واكس اس لما رسمتهم؟ رسمت اكس اس اكبر بكثير من ار اي وهذا صحيح هذا هو الواقع. يعني كمان الميتود هذه عادة تكون اكبر ولذلك الكتاب في بعض الاحيان بيبدا يهمل ار اي. بعتبر معظمها هي اكس اس، وين اذا صارت اي اي؟ من هذا هذا
هذه صارت هون هاي الزاويه على فكره مهمه راح نحكي عنها كثير بعدين اللي هي الدلتا اللي هي الزاويه بين اي او في فاي راح نحكي عنها بعدين ليش واضح هذا الجزء اذا هذا الجزء لما يكون عندي هون يكون عندي في فاي و اي اي مين بتلاحظوا طوله اطول اكبر اي اي ولا في فاي اي اي وهذا احنا انتويتيف بنعتبره منطقيا هذا اكبر من هذا مش هيك عم بصير فوق رجله لكن هلا راح نشوف شيء مختلف شوي طيب الحاله الثانيه راح ناخذ لاجن معظم اللودز اللي راح يكون هون راح يكون لاجن عاده اذا كانها شيء صناعي مثلا راح يكون لاجن خلينا نطلع على حاله اللاجن اذا هذا هون راح ارد ارسم في فاي هاي في فاي هون هلا الكارنت هون ايش راح يكون بالنسبه لها لاجن خلينا نختار هاي الزاويه تبعت هاي هلا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اي اي ار اي مضبوط؟ اذا راح نحط هون قطعه صغيره اي اي ار اي هاي اللي هي الانفيل وايش راح يجي عندي زاويه 90 درجه عليها؟ الاكس راح يصير عندي هون اي اي اكس اس وهي عندي اي ام وهي دلتا ما راح احكي عنها هلا دلتا بس راح اضل ارسمها عشان تتذكروها لانها مهمه بعدين لاحظوا هون نفس الشيء اي اي اكبر من في 5 مش هيك؟ طيب الحاله الاخيره شو راح يكون عندي؟ انا هو طبعا اتس ان لايكلي عاده غريب انه يكون عندي اللود ليك مضبوط؟ غالبيه اللودز لو تطلع حتى في المنازل والهذا راح يكون يا يعني المحركات يا ريزيستيف فالمجموع النهائي تبعهم معظم راح يكون لا بس لو فرضنا انه عندي هيتنج لود خلينا نشوف شو بصير الان راح نطلع هاي عندي في 5 مره ثانيه هاي نقطه مهمه ركزوا عليها واطلعوا عليها وين راح يصير الكارت الان؟ لفوق هلا هون كان ريزيستيف ان فيز هون كان لاجن لاحظوا هذا اي اي اللي عم يسحب اللود من هون بالنسبه لفي 5 فراح يكون عندي مثلا خلينا اطلع المكان هون هلا ايش راح يصير عندي الان؟ هي عندي اي اي ار اي مضبوط وهي عندي ايش هذا الجزء؟ اي اي اكس اس اكس اس وين صارت اي اي؟ وهي دلتا ايش بتلاحظوا الان؟ اي اي اصغر من في 5 هذه الشغله غريبه انت بالنسبه لك غريبه لما تفكر فيها انه الكارنت الان بيمشي من الفولتج الاقل للفولتج الاعلى بس هي صحيحه ما في شيء هذا بحاله ايش؟ هذه حاله اذا اللود اللي انا بزوده ليدنج يعني لو عندك مثلا ايش ممكن في الحياه الواقعيه يكون عندي ليدنج لودز لو لسبب معين انا عمالي بزود مجموعه ريزيسترز وكاباسترز بالطاقه او عندي مجموعه سينكرونس موتورز ولذلك هو في الواقع هذا قل ما يصير غالبا معظم اللودز ايش بتكون عندي اندكتيف يعني مثلا لو انا عندي هذول الفلوريسنت لايتس القديمين اللي فيهم التشوك مين عمره شافها ممكن شفت التشوكس الخالق اللي بيكون في هذا في داخل الفلوريسنت لايتس في حد عمره شافه هذا عباره عن ايش اندكتر يعني لو عندي مجموعه محولات ايش هي اندكتيف لو عندي مجموعه اندكشن موتورز زي اللي بستعملهم في المضخات شو بكونوا اندكتيف مضبوط ولذلك بلاقي غالبية اللود في الحياة الواقعية هي لاجن فهذا السيتويشن يعني أقل من يصير دكتور مش بتنعكس كل الاتجاهات الكرنت مش بكون من الأعلى للأقل هلا الكرنت عماله بيمشي من الفولتج الأقل للفولتج الأعلى بس هو طبعا اي سي بس هو فعلا بيمشي من الفولتج الأقل للفولتج الأعلى مش هو غريب بالنسبة لنا غريب هذا بس هو صحيح هو دكتور ما بيكون العكس من الاعلى للاقل لا 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 رح يضل يمشي الكرنت رح يضل يمشي الكرنت من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه رح يضل يمشي من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه ماشي واضح هاي واضحه هي غريبه اتسبت احنا بنسميها بالانجليزي ايش بنسميها زي ما انتم سمعتوا بالتعبير كاونتر انتويتيف انتويتيف انتويشن يعني الفطره البديهه ايش انا بفكر كاونتر يعني عكس ما انت تتوقع لكن هاي الحاله صحيح انه نحن في الحياه الواقعيه ما بصيرش عندي هذا لكن هذا بظهر انه هون عندي اللود على لما لو هذا الجنريتر بزود ليدنج لود الضغط عليه راح يكون اقل راح يحتاج فيلد اقل حتى يولد لانه هو في حاجه قديش يولد هون اي اي هلا لكن في الحاله هذه قديش بحاجه انه يولد اقل فاذا هو بزود ليدنج لود لنفس الكرنت والفولتج بحاجه انه يعمل اكسايتيشن اقل كاني عم بريحه يعني بخفف عليه اذا هو بيعمل زيرو لكن هو في الواقع غالبيه اللود راح تكون لاجن لود ماشي واضح هاي